سؤال: هل يفارق الروح القدس الإنسان الخاطي؟ وهل فارق الروح القدس الإنسانية الخاطئة عندما أخطأ أبونا آدم؟ طبعا أرجو الرب. مفارقة الروح القدس للإنسان درجة خطيرة جدا، مش كل واحد بيقعد فيها، مش كل واحد بيقع فيها يعني. فمثلا ورد مفارقة الروح القدس لشاول الملك، لما فارق الروح القدس استطاع روح رديء أن يبغته. أما الإنسان العادي لما يخطئ فتنطبق عليه الآية بتاعت يحزن الروح أو يطفئ الروح أو يقاوم الروح، لكن حكاية ان يفارق الروح على طول مسألة مش سهلة وموضوع خطير. والروح القدس لم يفارق الإنسانية عموما، بدليل ان احنا نلاقي ان روح الرب حل على داود، روح الرب كان بيحرك شمشون، روح الرب كان الناطق في الأنبياء وفي الوحي الإلهي بالنسبة للأسفار المقدسة. يعني مفارقة تامة؟ لأ،